فقرتنا التالية رح تكون من عالم الكتاب فرح، وخاصة أنه بعض المعارض أو أغلب المعارض تم إيقافها وتأجيلها على أنه يخلص وباء كورونا إن شاء الله، وأكيد هذا الشيء أثر على نواحي قراءة الكتاب وإيصاله للقراء. فمن نعرف نحن اليوم كيف الوسيلة لحتى فعلا القراءة ما توقف، وكيف الوسيلة لإيصال الكتاب أيضا لجميع محبي القراءة. اليوم مع فراء هدبة مدير دار دلمون للنشر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. اليوم كنا عم نحكي انه ممكن مثل هذا الوقت نكون كثير مشغولين بالمعارض يلي عم بتصير، وراكدين يمكن نصور ونشوف راي الناس فيهم. واقع المعارض ووضع واقع الكتاب السوري اليوم بظل هذا الوباء يلي عم ينتشر بكل انحاء العالم، كيف عم بيكون؟ هلا اكيد ما في شك انه سوق الكتاب عم بيعاني من ركود قبل وباء كورونا بسبب الحصار والارهاب والوضع الاقتصادي اللي صار على سوريا. هلا اجى وباء كورونا فوقف المعارض، وقف الملتقيات الثقافية، يعني المعارض كانت نافذة للكتاب ليطل منها على القارئ السوري والقارئ العربي، وفرصة لتسويق الكتاب، لكن للأسف والأمد غير معروف يعني، فهيدا الوضع، هيك الوضع، فما بعرف في ركود خلينا نقول هلا. اي طبعا اكيد في ركود كبير، لكن مع هيك نحن كدور نشر عم نتابع اصداراتنا، ما توقفنا ابدا. يمكن عم تزيد القراءه الالكترونيه هلا ما في شيء ورقي ملموس. اكيد اي كثير من دور النشر او اغلب دور النشر اتبعت هذا الاسلوب، لكن نحن بدار دلمون الجديده بعدنا ما اخذنا هي التجربه، لاني انا شخصيا بصراحه ما كثير بحب او بحريقه بحسب يعني الكتاب بيعطيني متعة وقت بقرأ كتاب ورقي، بيعطيني متعة، بحس بمتعة بالإضافة لفكري والمعرفة اللي بكتسبها من قراءة الكتاب. المتعة اللي بشعر فيها وأنا حاملة الكتاب ما بشعرها بالتصفح الإلكتروني إطلاقا، لكن يعني إذا ضغطت الظروف أكيد رح نضطر إنه نطبع بهي الطريقة، ولأنه ما في حل ثاني يعني. أكيد يمكن أغلب دور النشر تبعت طريقة طرح الكتب إلكترونيا حتى يتم في اطلاع على آخر الإصدارات. تمام صحيح. بس خلينا نحكي اليوم شوي، يعني نحن هلأ بعصر الإنترنت والسرعة، في كثير من المواقع اللي ممكن عم تحط أفكار جاهلة أو مثلا عشوائية أو موجهة لشيء ما بعيد عن ثقافتنا عن حضارتنا، حتى لو من كتب معينة ممكن أنه تعملها تسويق بما أنه هي مواقع عالمية حتى. صحيح. نحن اليوم دورنا كدور نشر سورية وعربية شو هو حتى فعلا توصلوا الأفكار الصحيحة خاصة بهذا الجيل هو جيل الانترنت والسرعة؟ هلا يعني دور النشر دورة بهذا الموضوع بعتقد ما كتير فعال، لأنه المواقع إدارة المواقع واللي بيتحكم بهيدي القصص هن اللي دورهم أكبر. يعني أنا ما بقدر أني أمنع، يعني أنا قد ما حط كتب جيدة أو كموقع سوري بس قصدي التسويق لدور النشر بنلاقي شوي ضعيف. هلأ شوفي، حتى من قبل يعني من قبل كورونا ومن قبل هذا الحصار يعني هذا ما كتير كان قوي. لا واللي بده كتاب ما بده تسويق، يعني الناس اللي بتحب القراءة هذا دور مو دور النشر، في قبل دور النشر في رغبة القراء، رغبة القراء في الأهل، في المدرسة، في عدة يعني لتهيئ الطفل ليوصل لمرحلة إنه هو ينزل يتابع بقى دور النشر أو دور النشر تكون مأسرة فيه، بده يكون مارق بمراحل. الأهل إلهم دور، المدرسة إلى دور، المجتمع اللي هو فيه إله دور. هلأ بفيق الطفل بتلاقيه عمره سنة بيشوف أبوه وأمه كل واحد حامل موبايله عم يقروا فيه، ما عاد الطفل ما عاد شاف أبوه أو أمه لحاملين كتاب لحتى بتلاقي هو بده يحمل موبايل. هلأ بتشوفي أطفال عمرهم 3 سنين حاملين موبايل أو تاب، أو يعني هي النقطة من هون ببلش.
حيوصل عمر اكثر ليبلش يدور هو وين في وين في ترويج، او بيكون هو خلص يعني اخذ خط ثاني. هذا موضوع القراءه من الصغر مثله مثل اي مثله مثل اي هوايه ثانيه بتنميها. تماما، يعني خلينا نقول انه الانسان يلي عنده شغف بالقراءه هذا ما بصير فجاه، هذا فعل تراكمي ببلش معه من الطفوله لحتى يصير بمرحله الشباب او البلوغ. طيب اليوم نحن كيف بنقدر نحن نكون ايجابيين كثير نعزز هي الثقافه عند الاطفال بالاضافه لرغبه الاهل يعني اللي تكون موجوده طبعاً. ان كان بالصوره، ان كان بالغلاف، ان كان بكل هي التفاصيل اللي هي بتلفت الطفل وبتبلش معه هي البذره لحتى يكمل فيها لبعدين. هلا شوفي يعني كنا نلاحظ بمعرض الكتاب كان في خصوصا السنه الماضيه بتلاقي الاهل جايين وكانه نازلين سيران، جايبين اولادهم كلهم وجايين على معرض الكتاب، هيدي ظاهره كثير ايجابيه. السنة الماضية لاحظت انه يوميا كان في وفود من المدارس كانت باعداد كثير كبيرة، يعني عدة مدارس، وهذا امر كثير كثير ايجابي وجيد. وقت بيجوا على المعرض بيشوفوا هي التظاهرة، بيشوفوا الكتب اللي يعني كتب الاطفال في لها عناية مختلفة عن الكتب الاخرى، ف لاقي الالوان والصور الحلوه اللي بيشوفوها بالتلفزيون برامج الاطفال، فهيدي عدا عن الالعاب التربويه وهيدي حتى في الاعمار كثير صغيره عم تلعبوا هذا الامور من القصص النافره من الالوان شفناها انه في اعتناء كثير كبير كان فيها. بالضبط بالضبط. هلا نحن بدارنا يعني كان عندنا اصدار ثلاث اصدارات الحقيقه للاطفال اليافعين من الصغار، فبمعرض الكتاب هن قصص ثلاث مجموعات قصصيه، ثلاث قصص بالاحرى، وزعناها بال يعني كل ما يجي وفد مدرسه نادي لهم لعندي على الجناح وتوزعت للطلاب، فهن انبسطوا انه مجانا كمان عرفتي. وصرت اعطي كل واحد يعني ما اعطي كل واحد ثلاثه، هن ثلاث مجموعات كل واحد وحدة مختلفة انه وتستعيروا تبادلوا مع بعض مشان تقروا ثلاثة، فكان عندهم حرص كبير انه يعني حتى في منهم اجوا فيما بعد مع اهاليهم انه بدهم يجوا على هيدي الدار ليشوفوا الكتب او يشتروا النسختين اللي يعني كثير حلو. اي طبعا هذا بي 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 يعني هي هون دور النشر بتلعب دور انه وقت انا بدي راعي السعر بدي اقدم وقت بقدم له هديه، فهن يعني هيدي القصص الكبار بينبسطوا فيها فما بالك الاطفال. نعم، طب خلينا نحكي عن الاصدارات الجديده عندكم بدار النشر، قلتي لنا انه ما زلتوا مستمرين باصدار صحيح مطبوعات جديده. طبعا طبعا، نحن بدار دلمون الجديده ما توقفنا ابدا خلال اصلا نحن يعني خلال الحرب، نحن تاسسنا خلال الحرب، بلشنا بال 2014 ما توقفنا اطلاقا بفترة وباء كورونا وفترة الحجر، كنا عم نجهز الكتب وطلعت كلياتها. آخر إصدار لنا كان ميسلون بالتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن، هذا الكتاب اللي صدر بذكرى العشرين لوفاة أو لرحيل القائد المؤسس حافظ الأسد، وتزامنا مع الذكرى المئوية لمعركة ميسلون. هو كتاب توثيقي بيحتوي على صفوة الشهادات من معاصرين البطل يوسف العزمي، إضافة لترجمة بعض الوثائق من المكتبة الفرنسية. في عنا كتاب هلأ عم يطلع جديد عن كم ايضا بالتعاون مع مؤسسة وثيقة وطن، هو مذكرات الدكتور راح الاسم عن بالي الدنان، عبد الله الدنان، يلي اهتم باللغة العربية. هو شخصية
يعني عطت كثير لهيدي للغه العربيه يعني للادب العربي واللغه العربيه، لكن كثير من الناس ما بيعرفوه. وضمن برنامج وثيقه وطن يلي بتضوي على شخصيات وبتوثق هيدي القصص، تعاوننا سوا وطلع هيدا الكتاب، حيطلع هلا خلال كم يوم. في مجموعة كبيرة من الكتب اللي نحن منعنا فيها اللي بتعنى بالتوثيق تحديدا. حسيتك دائما دردلة مون توثيق أكثر لقصص عايشة الناس على الواقع. تمام بالضبط، لأنه نحن بفترة حرب، تعرفي بفترة الحرب تكتر الحكاية. طبعا تكتر الحكاية والناس يعني بتكتر القصص اللي ممكن واحد يكتب عنها. الحرب، شوفي الأدب الروسي، أمهات الكتب بالأدب الروسي يلي هي طلعت بالحرب وهي وثقت اللي صار. خلينا نكتب تاريخنا بإيدنا، ما يكتبوا عننا الغرب. في عنا بمحور آخر تعاوننا مع السفارة الإيرانية بطباعة كتب مذكرات لأسرى وشهداء بالحرب العراقية الإيرانية. تجربتهم أنا وافقت على طباعتها أو حبيت أني تكون تطلع من دار دلمون الجديدة، لأنه التجربة رائدة، تجربة جيدة جدا. بتقري أي كتاب منها بتعرفي، حتى لو ما كنتي عندك أي فكرة عن هاي الحرب بتقدري تاخدي صورة، بتعطيكي، بتشوفي قديش في التزام، قديش في إيمان، قديش في عقيدة قوية لحتى قدروا يصمدوا، قدروا يتحملوا أيام الأسر، سنين الأسر ومش أيام. فكتب فيها عبرة جميلة، وأنا كتير سعيدة أني كان إلي فرصة أني تطلع هيدي الكتب من عندي. هلا هيدي الكتب اللي عم نحكي عنها نحن، اللي هي بتوثق يمكن تجارب لكثير من الاشخاص يلي عانوا يمكن، وهي تجربه تستحق انه تنتشر اليوم. أكيد. ان كان بسوريا وان كان بالعالم العربي طبعا. حتى ويعني توثقت بطريقه صحيحه، لكن ايضا يمكن بتحتاج لترويج صح، خلينا نقول توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وان كان حتى بمقاطع لحتى العالم يمكن تعرف شو مضمون الكتاب. قد ايه هذا الشيء ممكن نحن نشتغل او حضرتكم تشتغلوا عليه لحتى نحن نفرجي العالم انه في نوع من الكتب معينه، كتب توثيقيه تستحق يمكن انه نقراها وبتمعن. صحيح. هلا انت بدك يعني، نحن كدار دلمون عندنا موقع، عندنا صفحه، وعندنا حسابات على تويتر وعلى بكل الوسائل التواصل. بنعلن عن اصدار الكتاب، بنحكي عنه، بنحاول انه الصحافه نتواصل مع الصحافه، بنقدم لهم الكتاب لانه يكتبوا عنه، بنحطه بالمكتبات، ممكن انه يتواجد بالمكتبات، وبنعلن عن هالشيء طبعا، بالاضافه لموقع شراء الكتروني اللي هو نيلو فرات، نحن بنتعامل معه، بنحط الكتاب، بنحط مواصفاته عن شو بيحكي، وبصير الطلب من كل العالم ممكن انه ياخذوه، يعني في لهم وكيل هون، ويعني هيدي امور بقى. وشوفي قد ما تعملي ترويج لاي كتاب، بالنهايه اذا الشخص مو مهتم وهو عم يبحث بالضبط جبري. بالضبط بالضبط أكيد. ف يعني والكتاب بيبقى يعني قديش في وسائل كانت قبل، حتى قبل يعني قبل الطريقة الإلكترونية أو الطباعة الإلكترونية للكتاب، كثير من الكتب صارت مسلسلات، صارت أفلام. نعم. لكن يعني لكن ما قدرت إنها تنحي الكتاب، لا ولا تعطي متعة القراءة. كثير من الكتب اللي أنا أو كثير من الأفلام الرائعة كانت اللي أخذت عن روايات عالمية أو حتى روايات محلية وانعملت أفلام أو مسلسلات، لكن يعني مباشرة الرواية الحقيقية حقها تماما. حتى نحن من فترة كان في عنا طبعنا كتاب، أصدرنا كتاب المطران كابوجي، ذكرياتي بالسجن،
وبعدها بشهرين طلع المسلسل وكان مسلسل ناجح وتابع بشكل كتير كبير. لكن لو تشوفي قديش بعدها انطلب الكتاب مني، كتير انطلب، يعني حتى إذا بدك الأب رياض زحلاوي هو قال لي شخصيا أنه أنا بعد ما قريت الكتاب، علما أنه هو صديق شخصي للمطران من سنين شبابه الأولى، لكن قال لي أنا وقت قريت الكتاب حسيت كأني ما كنت أعرفه للمطران كبوجي قد ما في شغلات، لانه نعم. ذكرياته اللي هو كاتبها بايده او حكيها، هي تفاصيل كثيره يمكن والتشعبات والخيال تماماً. اللي بيعيشه الانسان بالضبط. غير لما نحن بنشوف كل شيء جاهز على شاشه التلفزيون. تمام. اكيد تمام. بنقول لك شكرا لك، شكرا فيكم. لجهودكم يلي دائما نحن بنحاول نحمي هي الخصوصيه، خصوصيه الكتاب، خصوصيه الانسان باقتناء الكتاب وانه يعيش هي الحاله بينه وبين الكتاب. شكرا شكرا لكم على الفرصه اللي بتتوحوها دائما لنا لنكون موجودين معكم دائما. شكرا لك اكيد، وناطرين كل اصدار جديد من دار دلمون ان شاء الله. شكرا. شكرا.